اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا. القرار الأول الذي اتخذته وكان يفترض أن أتخذه منذ أشهر ويتعلق بما يجري في المجلس النيابي، القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي. الدستور لا يسمح بحله، ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله. القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، ستأولى من بين القرارات التي اتخذتها رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا أن تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء جملة من الملفات في أضابير وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي. القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية. خلي يسمعون البرلمانيين العراقيين، روحوا وزعوا مساعدات، روحوا وزعوا طحين، روحوا بلطوا شوارع، خلي يسمعون القيادات العراقية. هذا هو القضاء على الفساد، هذا هو القضاء على الفساد، مو الطمطم على الفساد. انتم حلولكم كلها الطمطم على الفساد. ما فد يوم طلعتونا واحد فاسد حقيقي. هذا هو اسمه قضاء على الفساد. لكن اللي دا يصير ببلدنا دا يصير عندنا، لا، هو تلزق وخليته الفساد يتفطح يكبر 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 إلى أن صار أكبر من عندنا.